نتوما قلبكم زوين كتشوفوا الناس زوينين طبعا قلبا وقلبا انا اي لاف يو. جو سوي ديزولي دابا متفقه معاك ملي كنقولوا مساعده البيوت حنا عارفين بان في المغرب ما كنقولوش انا عندي مساعده و سي با فري كنقولوا البنات اللي كيخدموا عندنا في الدار لانهم بصح تخدمونا كاين دابا غير لا حنا المغاربه خاصنا فاش نشدوا الا شي يوتيوبرز ولا بلوغرز ولا تيك توكرز ولا كيف ما بغات تقول ولا فنانه ولا مغنيه ولا راقصه تجي تقول خدامه ولا تقول ما تقوليش لا خدامه نو زعما سمحوا لي على راسنا وعينينا راه حنا كنحتاجوهم وكنقدروش نعيشو بلا بهم ولكن سميتهم الخادمه خادمه البيوت لا لا بغيت نعرف قلت لكم على راسي وعينيا راه ما نقدروش نعيشو بلا بهم ولا ونيت زعما معززين ومكرمين على راسنا وعينينا من الفوق راه عندي صحاباتي كيبكيو بالدموع على البنات اللي كيخدموا عندهم ولكن هذا الموضوع كله لاش هذا الموضوع كله حيتاش ماما قالت لي انا دابا مجبده رجلي في الطابلو ماما حتى هي مجبده وتقول لي دابا البنات كيكونوا جالسين في ديورهم معززين مكرمين قاريه بدات كتخدم صالير زوين بخير كتكون عندها المساعده البيوت سعيده حبيبه فاطمه جيبي لي كاس الماء حطي الغداء هزي بلاطو حطي بلاطو جمع لي بيتيس في لي حوايجي كتنوض ديروا قالت لكم ماما كتنوض تجوجوا كتولي انت هي ديك المساعده ديال راجلك اللي كطيب عاد قولي هضري بلا ما تقول بلا ما تحرشيني هضري 8 في 1 8 في 1 حروب اللي كتشد قالت بحال تيرموميكس انت هي التيرموميكس اختي وهي اصلا انت ما تجوشيش باش تكوني خادمه وما تجوشيش باش تصلحي ليه حوايجو وما تجوشيش ليه باش تجمعي ليه سليباتو وما تجوشيش ليه باش تجمعي ليه فراشو وما تجوشيش باش تطيبي ليه هادشي كل هادشي مناصب ديال خدمات اخرى كاين دون لو كا او ما عندكش اختي باش تجيبوا الخادمه اللي تعاونكم نوض اخويا عاون مراتك وبارطاجي لي طاش شي طيب شي غسل المواعن شي قطع البصله شي قرد مطيشه شي يجمع الحوايج يديرهم في لا ماشين شي يصلحهم مره نوبه فيا مره نوبه فيك مره نطلع انا نشر الحوايج انت تهبط الحوايج انا نصلح انت طوي وترد البلاكار ودون سو كا انا ما فهمتش شنو هاد التجويجه اللي انت تخدمي وتجي تقابلي الكوزينه وتقابلي الدار وسبحان الله حتى هو يدخل من الخدمه جوج بد رجليه الحقره وكفاكم من الحقره بركه وبركه والله الا الدريات واكلين الدق وصابرين وساكتين وعاد زيد على امك نهار حد غتجي تحشي لها الهضره وتقدر تجي تجلس عندكم سيمانه بجوج مرحبا على الراس والعين ولكن اخويا العوين جو نو سوي با طابون بشعار اليوم جو سوي طافام جو نو سوي با طابون يلا بينو ليا البنات هاشتاغ جو سوي طافام جو نو سوي با طابون كيبروفيتي فمو مسالة من المو العيالات غادي تما يشجعوك وبزاف العيالات قالت لينا المولاد ولا بروفيتا فيها تتزوج ويسد عليها مشي اللي قلت هي اللي قالت هي اللي دوات هي 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 اش قلت يا مدام مال الراجل سان بروفيتور واحد الفئه كاين الناس الواعرين والناس الفاهمين ملي كيجي يتزوج كيكون ديجا جايب الناس اللي غادي يخدموا على المراه ويشقاو عليها كيف كيشقاو عليها في دار والديها اما داك اللي كيتزوج باش كيهني امو من تمارت ومن الصبان ديالو والحوايج وكيتزوج بالمراه دير ليه لابون جاي من عند مو خاسر كيفاش؟ من الطبع ديالو جاي من عند مو خاسر مفشاه هو جاي من عند مو مفشاه نزيدكم جو نو سوي با تا ميغ جو سوي تا فام يعني زيدوا عليها طابون حيد لابون جو نو سوي با تا ميغ سوي تا فام انا ما معنيش بالامر اقسم بالله ساعه انا فيني دايوغ صحيت لكم اون فوتو افون ابخي بالنسبه للناس اللي تيقولوا كما سا سفي تو سا باش تشوفوا لا كراند ديفيرونس اللي كانت مايا حبيبه ديالي جبدات واحد لو سوجي عاوتاني قالت لك الهاشتاغ تحت الشعار جو سوي تا فام جو نو سوي با تا بون وي افيكتيفمون الا كنتي مولفه بواحد المستوى في داركم مولفه اللي كتسمى لابون ولا المساعده باسكو كنحماقوا عليهم وما قادينش يخطاونا حبيبه ملكه كريمه جيبي لي البلاطو جيبي قادي لي حوايجي ايفيكتيفمون وتجي انت ايفيكتيفمون كتولي انت المساعده ديال هذاك السيد ولا تجي خلات على الحما تحشي لك الهضره انا جو كوني با مال دو في كي جو ندير لي كوتشين سبب هما حماتهم سبب هما راجلهم ما تيقدرهمش ميرسي ما شيري دابا عندكمش لي مويا انكم تزوجوا بشي وحده وتجيبوا لها خدامه دي فوا كتمنعوها انها هي تجيب خدامه الوغ كي لا لي مويا ما تزوجوش
ولا سير تجوجو بوحده تصبل ليكم، سير تجوجو بان بون ديال بصح، سير تجوجو بوحده عندها ناس المستقبل. وزيدون ملي كتمشيو تجوجو داك العقد اللي كتكتبوا راه سميتو عقد نكاح، ما سميتوش عقد الكوزينه وما سميتوش عقد كانت الراس عندك. دونك البنات ما تبقاوش تخلطوا الامور وما تبقاوش تخيلوا شي حوايج اللي ما كايناش، راه ماشي حيت غتخدمي في دارك بيان كوميت في دوغ تحطي لي بلاطو مقاد تنقي لي حوايجك وغادي يعترف لك باتو غايقول لك سير الله يخليك خطك عليا مرتي العزيزه والو، غتفيقي واحد النهار يقول لك ماكش كديري كاع. وكنتحداكم غادي يكونوا 99 في العيره من العيرات المغربيه تسمعوا هذه الجمله العجيبه والشهيره المعروفه عندنا حنايا.